السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلت هاي المصلحة وكان عمري بحدود 13 سنة، ضليت عم بتعلم فيها 7 سنين والحمد لله بشتغل كل شيء عربي شرقي، وبالإضافة للقطايف. القطايف يعني هاي نحن بنشتغلها كل موسم، هو موسمها بالشتوي طبعا، وهي أكلة يعني شعبية جدا وبسيطة، وبالنسبة لسعرها سعرها خفيف، يعني انه بيناسب كل العالم وكل الشعب بهالدقيقة هاي، وان شاء الله نحن ما بنقصر مع حدا. وبالنسبة لعجينة القطايف، هي عبارة عن عجين ضفنا له القطر، في عندك مرحلة التخمير، بعد اللحم منصب منبرد برا، وبيجي الزبون بكل اصرار بياخذ القطايف طبعا عجين بالبيت عنده بيحشي وبيقلي. والحمد لله يعني انا كنت عم بدرس وبشتغل واخذت شهاده البكالوريا، وكان حلمي ادخل حقوق، والحمد لله تحقق حلمي، وهلا عم بدرس حقوق في احد جامعات في مدينه ادلب، وبنفس الوقت عم بفضي وقت لدراستي ووقت لشغلي.